طيب نكمل مع حضراتكم سلسله اخبارنا. نشر اللاعب الدولي البوسني ايدن جيكو نجم روما الايطالي فيديو على حسابه الرسمي في انستغرام بيظهر من خلاله اطفاله وهم بيتحدثوا اليه وبيدعموه من خلف الزجاج. ليه؟ لان هو اصيب بفيروس كورونا. اعلن جيكو اصابته بالفيروس لما نشر صوره دي وهو يرتدي قميص روما الايطالي وارفقها بالقول مرحبا بالجميع، للاسف جاءت نتيجه مسحتي ايجابيه في اختبارات فيروس كورونا، وكما تعلمون يجب علي احترام فتره الحجر الصحي. اريد طمانه كل من يعرفني، لحسن الحظ ليس لدي اي اعراض، لكنني ساضطر الى الابتعاد عن الزملاء لبضعه ايام، بينما سابقى معهم بعقلي وقلبي. تحيا روما. طبعا بكده تاكد غياب النجم البوسني عن مواجهه جنوا اليوم الاحد ضمن مواجهات الجوله السابعه من الكالتشيو. نروح بقى للخبر بعد كده، وهو عن البحرين او في البحرين تحديدا. منظمو جائزه البحرين الكبرى وجائزه سخير الكبرى ضمن بطوله العالم للفورمولا 1 اعلنوا في بيان رسمي ان السباقين سيقامان بدون جمهور، وسيقتصر الحضور على عدد محدود من المدعوين العاملين في الخدمات الصحيه داخل البحرين واسرهم، ده تقديرا لمساهمتهم في مكافحة الوباء في المملكة حسب وصف المنظمين. وتستضيف هنا حلبة سخير في البحرين السباقين في 29 نوفمبر الجاري والسادس من ديسمبر المقبل تواليا. جاء في البيان تم اتخاذ هذا القرار بسبب الوضع الحالي لوباء كورونا عالميا وبعد مناقشات بين مسؤولي الحلبة والحكومة البحرينية. طيب ناخد بقى حضراتكم من البحرين الى الامارات العربيه المتحده، حيث اقيم سباق للخيل والبولو تحت رعايه سمو الشيخ فلاح بن زايد ال نهيان ضمن حملته التي نظمها للتوعيه بمرض سرطان الثدي واهميه الكشف المبكر عنه. انطلقت المنافسات بالمباراه الاستعراضيه واللي اقيمت بدون حضور جماهيري طبعا زي ما حضراتكم عارفين طبقا للبروتوكول الصحي والاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا المستجد. السباق ده بيقام ضمن مبادره مجتمعيه اسمها بينك بولو، ودي مبادرة بدعم ورعاية مجلس أبو ظبي الرياضي، وبتعتبر رسالة توعية بيحرص المجلس من خلالها على أن هو يوصل هذه الرسالة وبيحرص على تنظيمها للعام 11 على التوالي. طيب احنا كنا اتكلمنا برضو الاسبوع اللي فات عن خبر هنا خاص بنجم الكره الارجنتينيه مارادونا. اعلن بقى هنا طبيب، ده الجديد يعني في الخبر، اعلن طبيب اسطوره كره القدم الارجنتينيه مارادونا ان مريضه سيلزم المستشفى اللي موجود فيها بعد ان اجرى جراحه، وقال انه يتعافى بشكل جيد بعد العمليه. قال ايضا الطبيب ان وضع مارادونا النفسي وغضبه وانفعاله هي امور بسبب تعاطيه طوال حياته، ولم يحدد الطبيب نوع التعاطي اللي قصده، لكن قال انه خلص إلى هذه النتيجة من ردة فعل مارادونا من تعرق وغضب، وكان مارادونا بيرغب في مغادرة المستشفى، لكن طبيبه والفريق الطبي يعني وصوه ببقائه تحت الرقابة فيها لأطول فترة ممكنة، وأخضع الأطباء مارادونا لمخدر بعد موافقة أسرته بحسب هنا طبيبه السابق. الواحد بيزعل على الأخبار السلبية اللي تخص حد جداً. يعني بيشكل ظاهرة كروية زي مارادونا. وكمان كان يعني رمز، مش بس حد مشهور، لا كان زي ما نقول قدوة لناس كتير والشباب كتير وأطفال كتير. فلما نسمع خبر زي ده وكمان فكرة التعاطي، كمان فكرة إن يعني مش دي الصورة اللي احنا خدناها عنه هو واحنا صغيرين، فالواحد بيزعل يعني أو بيحزن حقيقي. طيب خبر جديد، كشف اختبار طبي إصابة روبرتو مانشيني وهو مدرب منتخب إيطاليا. برنامج صحي والله، برنامج طبي. المهم مانشيني مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم أصيب بعدوى فيروس كورونا هو الآخر، وكان خضع هو وزملائه من مدربي المنتخب وفنيه لفحص روتيني استعدادا لاجتماع المنتخب الإيطالي اليوم الأحد. لم تظهر أي أعراض على مانشيني صاحب ال 55 سنة كما أعلن الاتحاد الإيطالي للعبة، ولكن الفحص كشف إصابته، ده معناه انه هيخضع للحجر الصحي في منزله في روما. كمان قال الاتحاد ان مانشيني سيعود الى مهامه فور سماح الاتحاد الاوروبي كل كره القدم له بذلك، ويلتقي ايطاليا منتخب استونيا في مباراه وديه يوم الاربعاء، ثم تستضيف بولندا في مباراه دوري امم اوروبا بعدها باربع ايام بالتمام والكمال. نروح للتنس بقى، فاز الالماني المصنف الرابع الكساندر زافيريف على السويسري المخضرم ستان فارينكا ليتاهل لنصف نهائي بطوله باريس لاساتذه التنس. جاء الفوز ده بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و7-6، وهيكون الالماني الشاب على موعد بقى مع عملاق اللعبه الاسباني رافائيل نادال.
ومن تنس الرجال إلى جولف السيدات، توجت الأسترالية المصنفة العالمية التاسعة مينجي لي بلقبها الثاني في جولات البطولة الأوروبية، حين فازت بصعوبة الحقيقة في بطولة دبي مون لايت الكلاسيكية لجولف السيدات. اللي حصل كالآتي: تعدت مينجي مع الفرنسية سيلين بوتر بعشر ضربات تحت المعدل في المجموع العام قبل أن تفوز الأسترالية في مواجهة على اللقب مع الفرنسية التي اكتفت بالوصافة. كمان المركز الثالث ما كانش من نصيب لاعبة واحدة فقط، الحقيقة كان من نصيب ثلاث لاعبات من ثلاث جنسيات مختلفين، سويدية وإسبانية وأيضا ألمانية. طيب نروح بقى لإسبانيا، فاز الدراج الدنماركي ماجنس كورت نيلسون بسباق المرحلة السادسة عشر من طواف إسبانيا للدرجات الهوائية، والفوز ده مفروض الثالث لنيلسون في مراحل الطواف الإسباني. حل بقى ريجوليتش ثانيا للعزز هنا التفوق على ريتشارد كاراباز ب 45 ثانية.